احنا كمان معانا والد عبد الله، ربنا يشفيه رب ان شاء الله. الف سلام عليه. ايه اللي حصل لعبد الله؟ كان رايح فين او كان جاي منين؟ علي بس الصوت شويه. والله عبد الله كانت مامته بعتها مشوار فخرج بالمكنه وكده، فراح ودى المشوار وهو رجع من طريق مخالف، من طريق تاني يعني، فكان الطريق ده الكهرباء قطع فيه، فركب المكنه فوجئ بالعربيه اللي هي قدامه الصاج ديت عليها مواسير، فمن سرعته دخل في العربيه، المواسيره دخلت في صدره وخرجت من ظهره، ولكن الحمد لله ربنا في قضاء لطف، الحمد لله رب العالمين. تمام. طبعا لما حضرتك عرفت بالحادث يعني؟ والله انا لما اتصلوا بيا كانت اصعب لحظه سمعت فيها الخبر دوت، واصعب لحظه كانت في حياتي ساعه ما شفته قدامي مرمي على الارض والدم نازل منه، فيا رب ما يوريها لحد ابدا. يا رب. طبعا رحتوا على مستشفى المنيا القمح، كان الوضع اتصلنا بالاسعاف الحمد لله مشكورا جد بامانه يعني، الحمد لله الناس ما قصرتش، وربنا اكرمنا بدكتور زميل في البلد اسمه دكتور سعد ابو زياده، شاف الوضع الماسوره وهي راكبه، قال ما حدش يعمل اي حاجه، الماسوره دي تنقص وما حدش يقرب ليها، وشلناه في الاسعاف بالطريقه دي. منيا القمح قالت طبعا هو مش هينفع يخش هنا عشان ما عندناش الامكانيات له تخصص، فتحولنا على الزقازيق. ايه مستشفى الجامعه بقى هنا؟ هل يعني كان الحمد لله الاستقبال كان جميل والحمد لله رب العالمين، حتى اخواتي والقرايب كانوا زعلانين وبيقولوا هناخده في مستشفى خاصه، الله يكرمها الدكتوره بصراحه قالت لي اوعى تنقل ابنك بامانه، والله انا بشهد ليها وبشكرها جدا الدكتوره ديت، قالت لي في هنا دكاتره على مستوى عاليين جدا وامكانيات عاليه وعلاج مش هتلاقيه بره، وهتكلف نفسك بره تكلفه وهتندم ان انت خرجت. فالحمد لله انا استجبت لكلامها فعلا وقلت ما حدش يتدخل، ده ابني وانا حر فيه، والحمد لله مشيت معاها والله لك الحمد يعني، كان الاستقبال جميل، وحتى العنايه المركزه اللي رحناها اللهم لك الحمد مستشفى جامعه الزقازيق. جامعه الزقازيق هنا العنايه المركزه في الجراحه الجديده الله اكبر جميله جدا، وهناك الله اكبر الممرضات، ربنا يا رب يكرمهم يا رب، ايمين بالواجب بصراحه، ما فيش مره بص الا ما الاقيهم ايمين بالواجب وايمين مع الله كويس. اللهم لك الحمد والشكر. احنا برضو يعني مع حضرتك امانه يعني والله العظيم مع حضرتك بنشكر الفريق الطبي اللي يعني بيتعامل مع حاله عبد الله واستخراج الماسوره، لان الناس مستغربين ماسوره طولها متر يعني، وعبد الله 20 سنه 4 متر الماسوره طولها 4 متر كانت في العربيه دي، هي دخلت جزء نفدت من الظهر ووقع بها على يعني الأرض. هي دخل 4 متر لكن الجزء اللي انتوا قصيتوه كان متر. لا احنا هو الجزء اللي دخل متر واحنا قصينا ال 3 متر. قصيته ال 3 متر. لا انما هي الماسوره كانت طويله كانت 4 متر كلها. ده يعني الحمد لله ده ربنا فضلت في بينا الحمد لله. شكرا يا فندم.